السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن أهم مرجع لأي طالب يود أن يتخصص في الانتراكسيون ماتير لوميير، في تفاعل الضوء مع المادة. هذا المرجع هو هذا الكتاب. إذن هذا الكتاب بعنوان Physics of Photonic Devices، c'est-à-dire la physique des composants photoniques، لمؤلفه شوانغ. شوانغ هذا يعتبر الأب أو الأستاذ المرجع في لي كومبوزون فوتونيك أو بيان أو ما يسمى لي كومبوزون أوبتو إلكترونيك، أي كومبوزون مثل اللازر، ليلاد، لي فوتو ديتكتور، الخلايا الشمسية، لي سيلو سولير، كل هذه لي كومبوزون اللي عندها علاقة بالضوء، فوتونيك بمعنى فوتون اللي هو الجسيم الضوئي. إذا كل من يريد أن يتخصص في شيء له علاقة بتفاعل الضوء مع المادة عليه أن يمر على هذا الكتاب. هذا الكتاب هو مرجع لجميع من يتخصصون في هذا المجال في جميع أنحاء العالم. إذا كان هذا الكتاب لهذا المؤلف شوان، كان أصدر هذا الكتاب بعنوان Physics of Opto Electronic Devices، هو موجود على الإنترنت، ثم غير اسمه إلى Physics of Photonic Devices، هذه الطبعة عام 2012. الطبعة الأولى الله أعلم Second Edition، First Edition كانت عام 2009 الله أعلم، هذه الطبعة عام 2012. إذن لما نمر الفهرس تاع الكتاب هذا، أولا قبل كل شيء وقبل الفهرس، المؤلف هذا شوانغ لديه موديل، مؤلف موديل، الموديل هذا تاع ستركتور دو بوند، موضوع في السيلفاكو، تكلمنا عليه في الفيديوهات الخاصة بالسيلفاكو، وضع موديل بالنسبة لجميع لي ماتيريو اللي عندهم البنية تاعهم، لا ستركتور تاعهم وورزايت، ومستعملين في l'opto électronique ولا le photonique des devices، c'est-à-dire les composants photoniques ولا les composants opto électroniques. الكتاب هذا فيه 842 صفحة. نمر للفهرس، فهرس الكتاب هو طبعة ويلي، دار ويلي، إديسيون ويلي معروفة. بالنسبة للفهرس، مقسم مؤلف الكتاب الفهرس إلى أو مقسم الكتاب إلى des parties. Alors, first part 1, c'est-à-dire la première partie, les fondamentales, les essentiels. C'est-à-dire, أي واحد راح يتخصص في الكومبوزون فوتونيك ولا راح يتخصص في الانتراكسيون ماتيير لوميير، لازم له هذه الأساسيات اللي هي طبيعة الحال، عفوا، أول أساسية هي لي زيلكترون، اللي هي لو بازيك سيمي كوندكتور إلكترونيكس، c'est-à-dire كل ما هو متعلق بالسيمي كوندكتور، السيمي كوندكتور دو باز، سيمي كوندكتور دو باز، لي ماكس لي زيكواسيون دو ماكسويل، لي كونديسيون او ليميت، لي زيكواسيون الكترونيك دي سيمي كوندكتور، لا ريكومبينيزون اي لا جينيراسيون دون لي سيمي كوندكتور، دي زيكزامبل اي دي زابليكاسيون في لي كومبوزون اوبتو الكترونيك، لي سيمي كوندكتور بي ان اند ان دي زيترو جونكسيون، لي زيترو ستركتور. Les hétérostructures ont des puits quantiques, mais les dimensions terrestres sont plus grandes que les quantiques. C'est-à-dire que nous pouvons travailler avec eux les équations de Maxwell. Aïdan, les hétérosjonctions, il y a des semi-conducteurs, trois semi-conducteurs adjacentes, ou une semi-l'autre, ou de métal semi-conducteur junction. Il y a chapitre, il y a des problèmes, toujours des problèmes. Alors, on peut tout. دائما في لا بارتي توجور لي الاشياء الاساسيه لي فوندامونتال عندنا لي سول لا باز دي سيمي كوندكتور دو باز، ثم عندنا لو لا ميكانيك كوانتيك دو باز. alors ce électronique ثم لا ميكانيك كوانتيك دو باز. لا ميكانيك دو باز، الاشياء المهمه اللي لازم تكون على بالك بيها، اللي تحتاجها في
في دراسة الانتراكسيون ماتيير لوميير فيما يخص لا ميكانيك كوانتيك. أول حاجة ليكواسيون دو شرودينجر، من بعدها لي بوي كوانتيك، ثم لوسيلاتور هارمونيك، ثم لو موديل دو لاتون ديدروجين، ثم لا تيوري دو بيرتورباسيون. إن شاء الله ندير عليها فيديو بعد مدة إن شاء الله. لا تيوري دو بيرتورباسيون انديبوندونت دو تان، ou la théorie de perturbation dépendante du temps. ثم بعد ذلك chapitre 4 structure de bande. Structure de bande اهميتها دراستها باش نفهموا l'interaction matière lumière. Alors la bande, structure de bande électronique, la théorie تاعهم في لي semi-conducteur. La théorème de Bloch, la méthode KP اللي ذكرناها في سيلفاكو اللي انتجري دون سيلفاكو، لي بوند سامبل، لو موديل دو كان، دي ستركتور دو بوند، دو كابي ميثود، لا ميثود دو كابي هذي مع الانتراكسيون سبين اوربيت، باسكو كي تعود عندنا لا بوند دو كونديكسيون في لا بوند دو فالونس كاين تروا بوند. في لا بوند دو فالونس كاين لا بوند دي ترو لور، كاين لا بوند دي ترو ليجي، كاين لا بوند اون بوند سموها سبين اوربيت interaction ولا الانتراكسيون بين السبين دي زيلكترون و لوربيت. ثم كاين لو موديل دو لوتينغر كوهين، ذا كابي ميثود اللي هو لا ميثود دو كابي مخصصه بالنسبه لي بوند دي جينيري، لي بوند كي سو كروز، كي سو وقت يتقاطعوا لي بوند دو فالونس، يتقاطعوا تاع بالنسبه لي ترولور لا بوند دي ترولور، لا بوند دي ترو ليجي، يتقاطعوا كي تعود عندنا strain، كي تعود عندنا اون كونترينت. لا كونترينت تكلمت عليها في لي فيديو تاع سيلفاكو شرحتها مليح. الوغ هاو ليفي دو strain، فوالا ليفي دو كونترينت وتاثيره على ستركتور دو بوند، هاو متكلم شرحها مليح. ثم لي زيتا الكترونيك دون ان بوتونسييل ا اون ديمونسيون، من بعد لو موديل دو كرونيك بيني دون لي سوبر ريزو، les structures de bande dans les puits quantiques à semi-conducteurs, bah des structures de bande dans les semi-conducteurs contraintes pour les puits quantiques, bah des problèmes. Hadab nisba la partie 1. La partie 2, fi hadha kitab, hiya la propagation of light, c'est-à-dire l'intichar al-dhaw. Alors, la propagation de la lumière, adna awwal chapitre fiha, huwa la propagation électromagnétique and light propagation. Alors la propagation de la lumière et des ondes électromagnétiques ou bien des ondes électromagnétiques les huma fi al-haqiqa c'est une lumière بالنسبه les champs entre la dualité, le principe de dualité entre les champs, point, la théorie de Poynting's et les relations de réciprocité, les ondes planes, solution des ondes planes des équations de Maxwell dans un milieu homogène, la propagation de la lumière dans un milieu homogène, parce que les milieux homogènes les milieux ne sont pas des milieux toujours homogènes, la propagation de la lumière dans un milieu à perte, بعد نشوفو ainsi de suite. Voilà, هنا يتكلم دائما على la propagation de la lumière dans des milieux différents ainsi de suite. بالنسبه للشابتر 6 تاعو هو la propagation de la lumière dans un milieu anisotropique et la radiation تشكل الاشعاع او la radiation, la propagation de la lumière dans un milieu uniaxial ainsi de suite. Alors شرحها بالتفصيل الممل. ثم بعد ذلك les équations de Maxwell, les solutions générales des équations de Maxwell مع les transformations de jauge, que ce soit la jauge de Lorentz ou la et des autres jauges دخل هنا les jauges. ثم chapitre 7 هنايا هي la théorie des guides d'onde optiques, les guides d'onde wave guide. مهمة جدا les guides d'onde, la symétrie des electric slab des guides d'onde slab, la comme slab qui n'a de circuit n'a pas de moha, un circuit intégré bel micron, il y a des réels, c'est un des slabs, mais c'est des fils, d'accord. Les slabs ont deux fils, marzolin bainetum, un d'électrique, un d'électrique, bon, un d'achat khas bien, bat qu'un asymétrique, les slabs asymétriques et des slabs symétriques.
ainsi de suite. هنتكلم على لي غيدوند. لي غيدوند باغ اكزومبل كي شرحنا في سيلفاكو لي فيديو دو تاع سيلفاكو لي ليد. في لي ليد هذيك لا ريجيون اكتيف هذيك نقدروا نعتبروها اون غيدوند. اون غيدوند سي تادير يمشي فيها تمشي فيها لا لوميير بلا ما تخرج منها. اذا هو موجه للموجات، يعني الموجات تبقى داخل هذه الغيدوند. كما باغ اكزومبل اذا تكلمنا على لي فيبر اوبتيك هما دي غيدوند. D'accord. Puis la théorie هذه mode couplé pour les guidons toujours, à nouveau les guidons. ثم أهم حاجة partie 3 نلحقوا ليها هي la génération de la lumière. Et then, dans les semi-conducteurs, les processus optiques dans les semi-conducteurs. Alors, كاين la règle d'or de Fermi, اللي لازم نستعملوها dans les transitions optiques. Les transitions, c'est-à-dire لما الإلكترون ينزل من un niveau باش يعطينا ضوء. هذاك النزول عموديا فيرتيكال باش يعطينا ضوء. لابسوربسيون انتر بوند بين لي بوند انترا بوند داخلانيين. ولو غان الربح لو غان في لا لوميير بيان سور دون سيمي كونديكتور ماسيف بلك ستادير ماسيف ماهوش بوي كونتيك. هو الشكل العام اللي كاع اول حاجه بداو بها لما خدموا اللازر ولا خدموا ليلات خدموهم بالبلك بالماسيف سيمي كونديكتور ماسيف. ثم نفس الشيء لابسوربسيون انترا بوند ولو غان في لي بوي كونتيك. ومن بعد لي زيليمون دو ماتريس دي مومون انترا بوند دون لو بلك دون لو سيمي كونديكتور ماسيف ودون لي بوي كونتيك. ومن بعد لي بوات كونتيك هاو نتكلم عليها في فصل خاص بها les boîtes quantiques, quantum dots, et les fils quantiques. L'absorption, le gain dans le puits quantique, le laser, d'accord. On va parler de la même. On va parler du chapitre 10, les fondamentales du laser à semi-conducteur, je les mets pour faire un laser avec les semi-conducteurs riyadiens. D'ailleurs, il y a la carte riyadia, ou le charah, tout ce qui est dans le chapitre 10. Dans le chapitre 11, les lasers semi-conducteurs advanced, c'est-à-dire, m'tawar chouïa, un peu de détails pour les lasers à semi-conducteurs. هنا لاحظوا بلي وورد زايت لي كريستو وورد زايت دون لي زابونديس المرفقات بالكتاب. تكلم على جي ان كيفاش تعطينا لازر يعطينا كولور جرين بلو جرين بلو جرين ازرق اخضر. لا لونغور دون ستادير تاعو بين 0.47 الى 0.50 او 54 53 ميكرومتر بور لي ليد بور لي لازر. داكوغ. Puis le chapitre 4 où la modulation de la lumière, le transport, les effets de transport dans les puits quantiques, on parle en détail à la كل ما يتعلق ب كامل les mathématiques de la lumière. La lumière, كيفاش on va générer de la lumière à partir de la matière. D'accord. Puis, chapitre 14, l'absorption, l'électro-absorption, les modulateurs d'électro-absorption, qui est un effet de chapitre, somme la détection de la lumière ou les cellules solaires. Alors, il y a les photodétecteurs. Alors, les photodétecteurs, je vais vous montrer, somme les appendices d'air des morfakat, شرح خاص اي حاجه بون تحتاج الى شرح اضافي. اظن اني تكلمت على الفهرس على ما هو موجود في هذا الكتاب. ربما تتيح لنا الفرصه في فيديوهات اخرى نحتاج الى بعض الشرح لبعض الفصول اللي نحتاجها في فهم بعض الامور في الانتراكسيون ماتير لومير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.